السلام عليكم، شوكم شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. رجعنا اياكم فيديو جديد. اليوم رايحين للبصرة، رايحين نتونس ونغير اجواء ونشوف نفس الوقت اجواء البصرة، لان تعرفون ما عليكم بالكفشة مغلسوا بيها. فرايحين نشوف الاجواء هناك ونشوف شني اجواء البصرة، لانه انا ما رحت بكاس الخليج، فهسه راح اروح انا واشوف شنو الاجواء هناك. فخليكم ويا الفيديو، مشاهدة ممتعة، ويلا ليتس جو بينا. شوفوا حبايب قلبي، هذا ما اعرف اسمه، بس ما ادري ابوت يا هو هذا ابو تشاكوتش. يلا صير هيك يا عمو. المهم هسه رايحين العشر، هي اليوم الفيديو عبارة عن جولة داخل البصرة، فهسه راح نروح ناخذكم جولة يانا. وهسه مثل ما تشوفون يا وليد طلعنا منطقين للجزائر، رايحين للجزائر. اول شغله على مود نفطر ونتونس ونشوف الاجواء الحلوه ونونسكم ميانا ونشوفكم اجواء البصره. طبعا انا تدرون بانه ما لحقت على كاس الخليج، فهسه اجيت، ما دام انا بعد فد مره جيت للبصره لازم شو نسوي؟ لازم نتونس، لازم نختمها اليوم. نختمها كلش. مو؟ والله يعني تخيلوا من العشار للجزائر احنا نتمشى لها مشي لانه قريبة. فخليكم ويانا الفيديو، مشاهدة ممتعة. مثل ما تشوفون هسه دخلنا بالجزائر، هاي بدايتها، ومن النهاية كلش بالاخير اللي هو مول شنشل عافية. وهسه جاي نتمشى ونشوف الاجواء ونتونس ونونسكم ويانا وبيد الله بعد. هذاك هو شنشل، شوفوا راح نطلع له، بس هو مو الدخول منا من هذاك الشارع. هسه جاي نتمشى من هناك نصور لكم بجه هذيك. هسه دخلنا الشنشل مول وصاعدين. والله تعب. شوفوا شنشل مول يا ولد، ختمناها والله، ما خلينا مكان ما دخلنا له ونسينا ما نصور لكم. المشكلة وين ما جاي نروح مشغلين اغاني. عبوس شنو هي؟ مشغلين اغاني كلها حقوق. ها؟ حقوق. مو بالله؟ حبايب قلبي مثل ما تشوفون هسه طالعين من الجزائر رايحين الكورنيش. ها؟ شنو شو منتصرين؟ والله تعبنا. ها؟ والله الصبح نفطر. يلا هسه خلينا نروح الكورنيش ونشوفكم اجواء الكورنيش بنفس الوقت ومن هناك نروح. شوفوا هسه وصلنا للجسر الايطالي، بس احنا ما راح نصعد الجسر الايطالي من هنا، راح نروح على الكورنيش. شوفوا هذا الجسر الايطالي. هاي من هنا لازم يفرها، هاي اكو هنا استدارة ونرجع لهناك، يعني من هناك. شوفوا هسه صرنا جوا الجسر الايطالي هناك، يعني شوية مسافة راح ننزل. صارت ازدحامات يعني عادي، انت على الكورنيش مال البصرة شلون ما صار ازدحامات. من هنا وشوفوا هاي بداية الكورنيش مثل ما تشوفون، علم السعودية، عمان، قطر، شوفوا هاي العراق، الكويت، السعودية كلهم. وهاي من هنا مال البصرة اللي كلها كانت هنا ازدحام وما حد يندل دربه. وهسه مثل ما تشوفون هنا اجينا على الكورنيش، وهذا الجسر الايطالي. شوف الكورنيش ايش صاير هنا، صاير فتشي والله فتشي، الاجواء تموت. قبل فترة اجينا، قبل فترة اجيت لهنا، تدري ما كانت هيك الاجواء؟ وين هسه تغيرت البصرة؟ والله صارت تموت البصرة، لو ما هيك حلو تشاتشي تثبت امي. هذا النت المجاني نانا، واريد اشوف اليخت اللي طلعوا بيه وينه؟ قدامك صدق؟
هاي الاعلام شو كلها مرفوعه. لا بس قسم منعته موجود يعني منزل. فشوفوا هاي اجواء البصره. هاي بقى خلنا نرجع لكم من على العلم. هذا علم العراق هنا وعلم الكويت مبين وعلم السعوديه هم مبين. لا حد يضوج عود 5-0. لا حد يضوج. عبود البصره ديرتكم مو؟ هي. هو ديرتنا صدق يعني؟ ها؟ هي. غير اهلي وناسك اللي بالبصره. ها؟ عم التغريد يا غرع شت بالبصره. والله. بس الاجواء والله فتشي حلوه. وش سولفتكم عنها ما ادري. بس التعب يقرا الف. التعب يعني من الصبح، تخيلوا من الصبح لحد الان احنا نفطر. يعني التعب. والله ما ينوصف هذا الدوم. عز الله دوم. وشوف شوف تعبون كنك كنك. حتى ما فاتحنا التوني. تعبني 24 ساعة. بس قاضيها على التلفون. يمكن هذا اللي اخذ. خلنا نفر لكم الكاميرا يعني انتم شابعين من عندنا. هم نشوفكم شوي الاجواء. سؤال هذا اللي اخذ اللي شو اسمه طلعوا بي اللواعي بس مو هو. توقع اللي قدام. فهسه راح نروح. همينا خلنا نشوف. النافورة ماكو. شوف الأجواء الناس. شوف الازدحام اللي صار والأجواء. ماكو هيك. السلام عليكم. السلام. شلون كابتن؟ عاشت يدك على الرسم كلش حلو. يعني تتمشى على الكورنيش واجواء حلوه وتشوف وجه حلو. شكرا حبيبي. يا حبيبي يا انت استمر كلش حلو والله. حبيبي يا حبيبي دلل. طبعا هنا انا جاي اشوفكم اجواء الكورنيش لانه نزلنا جوا مثل ما تشوفون. فوجهت الكاميرا لعبد الله. عبد الله هنا كانوا شغلين جامين يا بصراوي. والله تعبنا يعني كله حقوق. نريد نصور فشي حلو يعني بدون حقوق. أنا يعني كيوتيوبرية ماكو يعني ليش هيجي؟ أحس بمعاناتنا شوية بخاطر الله. وهنا أنا بدت النافورة الراقصة اللي هي بالبصرة بالكورنيش تدرون بيها. فما أتذكر يعني شنو كانوا شغلين؟ والله ما أدري. هو همي أنا ناسي يعني عادي. فالمهم شوف الأجواء والله كلش حلوة. الله يشهد أتمنيناكم كلكم ويانا. وأجواء عراقية ماكو هيك يعني تتباهى بيها يعني شو صفها لكم شكلكم بيها قليلة بحقها. يعني أنه أنت بالعراق وعندك هواي أشياء حلوة. طبعا الحمد لله العراق مالتنا شوية شوية جاي يصعد ويصير أحلى وأحلى. طبعا هو من البداية أحلى. عراقنا كلش حلو. وما أدري شنو الشعور اللي أوصفه لكم أو أحكي لكم به. الله يشهد ما أدري يعني لأنه شيء كل ما احكي بيه قليل بحقه. فهو بعد بلدنا الحلو مهما يكون. شوفوا طبعا هنا الاجواء والاغنية يعني ما تنوصف. والمشكلة كلها خلايجة كويتيين سعوديين هواي ناس يعني شفناهم موجودين. شنو الاغنية؟ ما العراق يا اغنية من عشان. الله اكبر اويلي. شوفوا هي موجودة قدامنا حتى علم العراق موجود قدامنا. هنا حاسه عبد الله قال له عبد الله ترى تعبنا كلش وتعبينا خلينا نرجع بنفس الوقت احنا من الصبح طالعين لحد الان. بالضبط تقرا الف من رجعنا والتعب وسهر يعني من الصبح وبالليل ما نايمين طلعنا رحنا للبصره والنوب رجعنا الساعه ب 11 لو 12 12 وكل هذا على مودكم وعلى مود نشوفكم اجواء البصره. وشنو الرجلين؟ طاحن بعد ماكو ابد انتهن. رجعنا قبل نوم. طبعا هنا نضقنا اطيب شوكليتيه على الكورنيش. مو بس طيبه تموت. ماكو هيك. هو مو اعلان الله يشهد مو اعلان بس لانه نفسيته طيبه وحلوه والقهوه مالته همينة طيبه فاللي يروح خليه يشرب من يمه. جزر مال انستغرام مالته وهذا هو قهوه عربيه. واذا تجون تلقوا يدخل نارجيله هنا. شنو نوع النارجيله كابتن؟ ها انجليزي. خفت جون تلقونا يدخن نارجيله انجليزي. هذاك عبد الله ها تعب والله تعب كلش تعبته.
والقهوة الطيبة. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، مع السلامة، باي باي.